فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. يحلو الكان الا بالتواجد البلاك ستارز. منتخب يضم التشكيلة مميزة فيها ابرز اللاعبين. اذا دخول المنتخبين ارضية الميدان. سينطلق اللقاء بعد قليل لاول مرة. غانا بنين على مستوى الكان. الفريق الغاني يسترجع ذكريات ملعب الإسماعيلية في مونديال الشباب على هذا الملعب. كانت نقطة الانطلاق من أجل الفوز بالمونديال العالمي لأول مرة في تاريخنا وتاريخ القارة السمراء. سنستمع الآن للنشيدين. نشيد غانا بعد قليل سينطلق هذا اللقاء. المنتخبات الكبيرة من خلال المباراة الأولى واجهت صعوبات كبيرة بعد صراع مرير معاناة. منتخبات حققت فوز قيصري لنيجيريا أمام بوروندي 1-0 والمغرب أمام ناميبيا بنيران صديقة. فهل سنشاهد استماتة كبيرة من جانب منتخب بنين؟ منتخب بنين في ثالث مشاركة لي على مستوى الكان يسعى اليوم لكتابة موعد مع التاريخ. يذكر أن بنين أول مشاركة على مستوى كأس أمريكا 2004 في تونس. هذا هو المدرب أبيا كويسي جيمس، المدرب اللي يرجع لقيادة غانا. قادهم مونديال 2014 في البرازيل وقادهم أيضا في كأس أمريكا. بنين يلعب اليوم الفريق البنيني في المرمى الحارس فرنل في دي محاولة أولى فرصة تسجيل وكرة في المرمى. هدف أول إسبقية يسجل بوتي اللاعب رقم 10. بداية قوية لمنتخب بنين. إغالة البلاك ستارز وموعد لمنتخب السنجب. موعد للفريق البنيني يصل لمرمى غانا. المنتخب البنيني يفاجئ المفاجأة. منتخب بنين خارج حساب التصنيف يحاول أن يقدم مفاجأة كبيرة. يحاول كتابة موعد وتاريخ في الإسماعيلية. دفاع الغاني كان متقدم وكورة أولى ضربة الغانيين. كرة أولى عن طريق اللاعب ميكائيل بوتي لاعب يلعب في الملاعب التركية يسجل هدف التقدم. الدفاع الغاني كان متقدم. شوفوا اللعبة كرة تتمرر مع انطلاقة سريعة للاعب ميكائيل بوتي يراوغ ويضع كرة داخل مرمى الحارس ريتشارد أوفوري. 1-0 كرة في مناطق بنين باتجاه أتسو تنتهي لخارج الملعب. سيدو باراسي يلعب بالخمسة 4-1 منتخب بنين. تقطع كرة أول مرة. الأجواء رائعة. الأجواء الاستعدادية للمنتخب الغاني قبل الدخول في النهائيات. جيمس كويسي كان ضمن الجيل اللي لعب نهائي أفريقيا في عام 92 في السنغال لما خسر منتخب غانا بركلات الترجيح أمام منتخب الفيلة. ضيع الركلة الأخيرة. ايو جوردان ايو دفاع يتابع امبري ايو. امبري ايو ايو والتعادل. عودة امبري ايو يرجع البلاك ستارز. منتخب غانا يرجع للمباراة بفضل كرة امبري ايو. غانا ترجع بهدف العودة 1-1. فرحة الغانيين في الاسماعيلية ورقصة غانا الشهيرة رقصة الأتزونتو هي نوع من أنواع الرقص والموسيقى في غانا مرتبة بالمدن الساحلية والعاصمة الكبرى أكرا. أمبري أيو يعادل الكفة. غانا أيضا في 2013 كان في رقصة جديدة رقصة الأكان. الفريق الغاني 4-0 خسر أمام المغرب كان 2004. اللي يقول خطيرة أتسو يسدد لسنوات طويلة يمتلك المقاومات الكبيرة. منتخب لم يكن كرة عند يتوم يراوغ يلعب كرة في مناطق بنين بينما التغطية من بنين في عملية هجومية. الفريق الغاني عنده مشاكل بالدفاع ولكن اللي خسر منتخب غانا بالركلات أمام الكوت ديفوار. كرة تنتهي لضربة مرمى موسم 60-61. كرة باتجاه جوردان منتخب بنين. بنين في الهجوم إيبورو محاولة خطيرة من الحارس والحارس ريتشارد أوفوري. غانا الهدف في توقيت مبكر. شفنا من خلال المشاكل الدفاعية القادر منتخب بنين أن يغالط ويفاجئ الغانيين. أدامس اللاعب رقم 15 بنين في انتظار تنفيذ الركنية. كورة على مستوى القائم الثاني
الكرة مرت على فترة قصيرة في مصر مع الأهلي. هذا البوكوكا ملقب بزيكو، الكرة الغنية غلطة في الدفاع على مستوى الاتحاد البنيني لكرة القدم. فيما هذه كرة تلعب داخل منطقة السهل عبد الحميد، لما تدخل قبل مونديال 90 وأمر جميلة بالمشاركة، وأي تدخل كان أقل. صراع كبير في اتحاد الكرة البنيني، وفرق معتبرة صعب تجاري غنى. تغطية من جانب الدفاع، إمكانيات فنية وبدنية عند الغانيين. إيمار توماس بارتي يخسر كرة، كرة داخل منطقة جزاء غانا، هذه محاولة خطيرة والدفاع يتدخل. الكرة تلاقة أوسو إصابت، وكرة أوسو بعيدة، كرة سددت من خارج منطقة الجزاء. شوفوا لعادة مرة أخرى، كرة اللاعب صامويل أوسو تنتهي لخارج الملعب. ليليان تورام سمع ابنه على اسمه، محاولة خطيرة والهدف الثاني. جوردان يا جوردان، أنا وأخي، هكذا يقول جوردان، أنا وأخي على البنين. الفريق الغاني يأخذ الأسبقية. غلطة منك يا فيردون، فيردون غلط، وجوردان ولد أبي دوبيلي. جوردان أيو يخليها 2-1 لمنتخب البلاك ستارز غانا. منتخب غانا يتقدم بنتيجة 2-1. غانا شعارهم نحن نتقدم إلى الأمام. غانا سترقص مثل ما عودتنا في السابق، سيرقص الفريق الغاني فرحا وطربا بالانتصار على حساب بنين. غانا كاسترو ميوزك ابناء ابي دوبيلي. غانا تتقدم الاخوان اندري واجرب مرتين، وسيضرب الدفاع البنيني. بينما هذه كوره بعيده عند الاخوان جوردان ايو، رغم ان جوردان وايو اقل مستوى من الوالد. والد كان ساحر بصراحه ايام اولمبيك مارسيليا، ابي دوبيلي كان ساحر كبير. ينطلق الان الشوط الثاني، وكرة عند منتخب البلاك ستارز. بارتيز هي برنار تابي فاز اولمبيك مارسيليا على حساب مين؟ بارازي، سيدو بارازي. بارازي يلعب كرة رأسية بعيدة. بنين ننتظر الكرة، بنين بالنكهة الفرنسية مع المدرب البلاك ستارز. يرجع كرة الوراء، منتخب بنين يسعى للرد. بنين عن طريق ايمورو ويلكس، منتخب الشباب بمونديال 2009. كرة داخل منطقة، محاولة أن يكون منافس كبير على لقب الكان. خان الكاميرون الفرق الكبيرة دائما مرشحة لأن تلعب دور كبير. والورقة الحمراء السرايري لا يرحم، أمامه فرصة لأن يعود للمباراة. ترجع للاعب اللي يعتبره هو الاحق بها. كرة ترجع، لقب سيكون غالي جدا لغانا. 2009 جوناتان مانسا بالسي على بيب. كرة تبعث من الدفاع، ولكن يعرف موعد اللعب في شهر يناير ممكن. بينما الحكم اسرائيلي يحتسب خطا، كرة ضد اللاعب وكاسو. كرة لبنين، هل الفريق البنيني تبقى الكرة عند الفريق البنيني؟ والتعادل، منتخب بنين يعادل النتيجة. عودة بنين للمباراة، 2-2. السنجاب يرجع للمباراة، هدف التعديل لبنين. الفريق البنيني يستغل النقص العددي في صفوف منتخب غانا. عودة بنين للمباراة، تبدا المعاناة الآن للغانيين، يبدا الصراع المرير للبلاك ستارز. وفريق بنين يتمكن من إدراك هدف العودة، 2-2. عودة مباركة لمنتخب السنجاب. كرة من خلال ركنية نفذت بسرعة، التسديد داخل منطقة جزاء غانا. كرة حاول إبعادها المدافع آدامز. شوف الإعادة مرة أخرى، أدامس مس يلعب كرة وكاسو، كرة في مناطق بنين، محاولة غنية بقصية رائعة من أتسو. كرة مازالت خطيرة، شوردان أندري فرصة خطيرة، أتسو ضيع.
امام منتخب اخر خارج حسابات التوقع. توماس بارتي واي تصفي هذا يا بيريني، هاي تصفي هذا يا فابيان، كره توماس بارتي سببها من خارج المنطقه. توماس بارتي كره صوب الكره من اكبينيانو، ترجع الدفاع وحاول تسديد السلالي.